يا حلو الصيف، واحلى ما بالصيف البحر. عاد شنو اهم شيء في البحر؟ الجيت سكي. ومعانا بطل في الجيت سكي. شوفوا، ابتدت ايام الصيفيه واحلى شيء بالصيف البحر، واحلى من البحر انك تلعب رياضه الجيت سكي. واهم شيء الموي قاعد ياخذني كذي، ما ادري يمكن عصب ولا شيء. معانا اليوم لقاء محمد ربيع، البطل محمد ربيع، بطل الدراجات المائيه. يا هلا فيك. هلا فيك، مساك الله بالخير ومسا الاخوان المشاهدين، وسعيد جدا ان نزلتك بحر اليوم ويانا، وان شاء الله يكون اللقاء طيب. انا صراحه استانست لما عرفت ان انا راح اركب الجيت سكي وراح اكون معاك بعد، يعني راح اكون في ايدي امينه مثل ما يقولون. بالضبط. انا اللي ودي اساله، يقولون ان الجيت سكي مثلا من الرياضات الخطره، فانت توافقني الراي ولا تعتقد انها لا سهالات؟ طبعا بالبدايه رياضه المحركات هي من ضمنها، تتفرع منها هي رياضه الجيت سكي. إيه؟ حاله حال باقي الرياضات المتواجده عندنا، رياضه السياكل ورياضه السيارات، رياضة الجيت سكي رياضة خطرة جدا، ولكن في امور احنا اللي نشارك فيها كمسابقات كبطولات، في امور السيفتي الواحد لازم يتوافر، يعني لازم توافر في هذه البطولة او في هالمسابقة. مثلا الواحد لازم ينزل بالسباق يكون لابس خوذة، لابس لايف جاكيت، لابس كسارات، في انواع من البروتكشن لازم احنا ناخذه قبل لا ندش اي مسابقة. ونفس الشيء على الجيت سكي لازم يكون هناك شروط امن ومتانه احنا نسميها. صحيح. انه ما يكون اجزاء اطراف الجيت سكي شيء فيه حاد. حاده. صحيح. يمكن يصيب المتسابق الاخر او انه يسبب له اعاقه. جميل. محمد ربيع، يمكن انت ابتديت رياضه الدراجات المائيه او الجيت سكي من الصغر، يعني من ايام المراهقه. اللي حببك فيه يمكن اخوك. صح، بالبدايه كنت احضر مشاركات بطوله الكويت اللي كانت تقيم في الايام، انا لحقتها ب 2005 2004، كنت احضر سباقات اخوي عبد الله ربيع، كان هو متسابق قبل في هذا المجال. الامانه كان في تشجيع قوي من الوالد والوالده كذلك، بس الوالده موضوعها شوي، الوالده راح نرجع لها بعد شوي بس. فخذيت هالرياضه، بالعكس كنت احضر سباقات اوي النادي، اشوف السباقات الشباب اللي احنا الجيل القديم اللي نسميه، وبالعكس حاول اخوي عبد الله انه يوخر من هالرياضه ويحطها او يخليه تندرج صوبي، وصار علي طبعا الحمد لله ان انا اكون السايق نفسه، وهو صار الميكانيكي مع اخوي يوسف صيري. سباقات اخذت من وقتي بالعكس، وانا الحين الامانه من الناس اللي حاب هذه الرياضه، لان احنا ما شاء الله الكويت ديره صيف. صح. ما عندنا شيء نسويه، ما اعتقد ان احد ما عنده جيت سكي سواء اخوه ولا ولد خالته، فهالمجال بالعكس صار اتوقع المجال الصحيح بالنسبه لي وبالنسبه حق العائله. يعني الحلو ان بلشت بالمراهقه، وطبعا معروف عن المراهقين اندفاعهم وعندهم المغامره وحب الشغف في تجريب الاشياء الخطره يمكن نقول، فالحمد لله انك فرغتها في رياضه جميله، وكان اخوك يعني مساندك، وهذا شيء جميل. الاهل واخوك بعد يعني وقف يمك هذه الوقفه. انا ودي اسالك في البطولات اللي طلعت فيها للخارج، يمكن البطولات شاركت فيها بامريكا، في مواقف صادفتك مثلا نقول ظريفة، موقف تتذكره تحس ان لما تذكرت قاعد تضحك، شلون صار كذي؟ صح، وايد مواقف حاشتنا طبعا، سواء احنا مجالي انا في الرياضه 9 سنوات الان، بلشت وانا عمري 16 سنه او 17 سنه بالاصح، موسم الكويت انتقلت الى موسم الامارات على طول، ما كان في شيء اسمه فئه المبتدئين بالامارات، دخلت على طول مع الكبار ومن ضمنهم عبد الله اخوي ومن بقيه المتسابقين. للامانه حصلت على مراكز تقدمه، تطور الامر الى مشاركات عديده، طلعت من الامارات رحت قطر، قطر انتقلت الى امريكا، ومن امريكا وبلشت اطلع الى دول اخرى. انا ابي الموقف اللي صار لك اللي ما تتذكرت قاعد تضحك. والله هو موقف يعني مضحك ونفس الوقت محزن بالنسبه لي وحق الشباب. كان في سباق بقطر، هي بطوله العالم الاتحاد اليو اي ام، كنت المركز الاول في يعني طايف اللي وراي، يمكن في قابه ومسافه بعيده، ولكن لحسن او اقول سوء الحظ، لسوء الحظ البطاريه خلصت واختربت، طبعا اخترب عندي الجيت سكي وما قدرت اكمل باقي السباق. فهذا الموقف الامانه لا بيدي ولا بيد الميكانيكا، شيء قدر الله وفاء. مثل ما قلت فعلا هو مضحك انه توقف البطاريه، ومزعج ان انت يعني طلعت من خسرت مركز او خسرت المباراه، ان شاء الله ما تخسرها. انا ودي اوقف عند الوالده. الوالده شنو رايها بموضوع الجيت سكي، وشنو ما تحس بخوف ولا شنو؟ هي تشجعك ولا ما تشجعك؟ توقف يمك، شنو طبعا الوالده عسى الله يحفظها دائما داعمين لي، ولكن فيها شغله واحده هي ما تحب تشوف السباقات. اذا كان عندنا سباق لايف سواء بطوله دبي ولا بطوله ابو ظبي، دائما الجمعه تكون بالشاليه، فالوحيد اللي ما يشوف السباق الوالده عسى الله يحفظها. تطلع برا عقب ما اخلص السباق تدق علي سويت، بدون لا تسالهم تدق علي تقول لي سويت بشر.
فالامانه مو صوب الرياضه هذه، ولكن من الناس اللي دائما كلها تعطيني نصايح وتقدم لي دائما الارشادات. الام يعني مهما كان ولدها هالرياضه اكيد تبي السلامه طبعا. الله يحفظ لك الوالده، واكيد من خوفها عليك يعني مو قادره تتحمل انها تشوفك في السباقات اللايف. اكيد انا ودي يعني اسالك عن اخر انجازاتك واللي وصلت له مؤخرا. الأمانة الحمد لله حصلت على 132 إنجاز خلال مشاركتي اللي هي 9 سنوات. حصلت على إنجاز تاريخي في رياضة الدراجات المائية، عندي 19 ميدالية ذهبية خلال 9 سنوات متتالية من 2007 ل 2015. حاصل على 6 مرات بطل موسم الإمارات في أعلى مستوى الدراجات المائية برو جي بي ران أباوت. حاصل على أعلى إنجاز كويتي في بطولة العالم الأخيرة عام 2015 في فئة برو جي بي. كذلك حاصل على أعلى إنجاز عربي في بطولة ملك تايلاند، وحصلت على فضية في أعلى فئة مستوى الدراجات المائية. طبعا مؤخرا أعتقد محمد ربيع أنت مثلت دولة الكويت. صح، طبعا في كان من قبل وزارة الشباب كان هناك طبعا الأمانة شيء منقين فيه نخبة من المجالات سواء الصحة، التكنولوجيا، التعليم والرياضة، لكن الحمد لله توفش في الجانب هو تميز والإبداع الشبابي اللي قيمته وزارة الشباب في فئة الرياضة أو جانب الرياضي. وأكيد أنت تستاهل هذه التفوقات. الله يسلمك. شنو حلمك للمستقبل؟ الأمانة أتمنى أن أحافظ على هالمستوى اللي أنا قاعد أقدمه حق ديرتي، وإني أطلع جيل جديد يمثل ديرة الكويت أفضل يعني تمثيل إحنا نسميه أو بطريقة إيجابية في المستقبل القادم، لأن إحنا ما شاء الله بالعكس إحنا عندنا الحين أبطال ناشئين، وبالعكس ودنا نطورهم اكثر يوصلوا مستوى يليق فيهم وديرتنا ان شاء الله. بربيع تفكر تدرب احد يعني حق الجيت سكي؟ انا اعتقد قبل شوي قلت لي ان الباب بالنادي مفتوح حق اي احد حاب انه يدخل ويشترك. صح، طبعا النادي البحري مبطل ابوابه حق الجميع، يسجل عضويته ويقدر يشارك معانا ويقدر يدخل سباقات ويانا. طبعا في مراحل من المبتدئين لغايه المحترفين او كبار المحترفين، مثل ما يعني مثل ما انا شاركت مثل ما اخواني الباجي متابعين. تفكر تعطيهم تدريبات وتدربهم؟ بالعكس ودي اساعدهم كثر ما اقدر، والحمد لله منتخب الكويت درجات المائيه وصل ل 11 متسابق من اصل 3 أو 2. صح، اخر سؤال، انت حاليا اعزب مو متزوج. صح، يوم ما تفكر انك تتزوج خلينا نفرض انك تتزوج وطلبت مرتك ان انت توقف هذه الرياضه خوفا على خوفا عليك يعني وعلى حياتك، راح توقفها ولا لا؟ قبل الزواج في راح يكون نقاش اكيد. فيمكن ما تكون مشاركاتي كثر اللي احنا نشارك فيها الحين، مثلا اذا انا اشارك 10 مسابقات او 10 بطولات بالسنه يمكن اشارك 6، نخليها النص عشان نرضي الطرفين. يعني عشان ترضيها؟ زين ممكن تدربني شوي؟ سالم باركه يلا. يلا.